اقول لك نكته. في مدير فني عمل حوالي 9 صفقات، وفي الاخر بعد ما بيخسر وبيوصل المركز الثامن، لما بيقولوا له ايه اللي بيحصل عندك في الفريق، قال لهم وان مينيت، مين اللي كان مرشح ان احنا ممكن ننافس على اللقب اساسا؟ احنا مين اللي قال ان احنا ممكن ننافس على اللقب؟ انت شفت الفرق الكبيره قعدت سنين كتير قوي علشان خاطر تعمل مشروع ناجح زي مانشستر سيتي او زي ليفربول. احنا برضو محتاجين ناخد وقتنا، اللي هو وقت ايه يا عم فرانكي، وقت ايه لا مؤاخذه، يعني انت مش ملاحظ ان انت بتخبط في اللعيبه بتاعتك؟ وكمان مش ملاحظ ان كل الكلام اللي بيتكلموا معاك فيه فني بحت، اللي هو توظيف لاعب زي كاي، توظيف لاعب زي تيمو فيرنر؟ مش ملاحظ ان انت كده كله بيخبط في ثانوي عملك، وفي الاخر طلع تقول لي اصل احنا مش مرشحين الدوري؟ دوري ايه يا عم الحاج؟ دوري ايه بس؟ دوري ايه؟ انا كنت بحبك بصراحه وبحترمك من السنه اللي فاتت، وكنت بقول عليك كلام كتير قوي على ان انت مدرب منتظر، بس بصراحه السنه دي كنت شايف ان والله يا جماعه فرانك لامبرد اخره ينافس بالفريق على دوري الابطال، مش فرانك لامبرد اللي هياخد الفريق للمرحله الثانيه حتى ان احنا ناخد البطولات. وبصراحه اكتر عشان ما اضحكش عليك، واضح ان ميدو هيكسب الرقم، واضح ان ميدو هيكسب الرقم، لان بصراحه بعد تصريحات فرانك لامبرد بعد مباراه ارسنال وتقبيله في الفريق وتقبيله في اللعيبه بتاعته، والمشكله كلها ان انت محتاج ان انت تعمل لعيبه نفسيا، محتاج تقف مع كاي هيفرتز مثلا دلوقتي قدام الاعلام، ومحتاج على الاقل انك توظفه صح جوه الملعب، محتاج انك تعمل نفس الوضع مع تيمو فيرنر، على الاقل وظفهم صح جوه الملعب وسيبهم هم يعملوا كل اللي هم عايزينه جوه الملعب، وظف بس انت كاي مكان كوفيتيتش او مكان موسو مونتي يا عم زي ما انت ما عملت النهارده، وكمان حاول يا اخي انك تدي فرصه لتيمو فيرنر كمهاجم رئيسي، ومعلش يعني مع احترامي ليك محتاجين نقعد شويه اللعيبه الانجليزي اللي انت بتموت فيهم، موسو مونتي محتاج كمان ان انت تقعد تامر ابراهام جنبك شويه. وجيرو الموسم اللي فات كان جيرو في نهايه الموسم كان افضل لاعب في الفريق، مره واحده لما جبت تيمو فيرنر ما ينفعش يا جماعه ان انا اركن تامي ابني برده وانا اللي جايبه معايا، وما ينفعش ان انا اخلي رقم ثلاثه، لا انا هخلي فيرنر ناحيه الشمال، وقلتها من اول السنه، قلت يا جماعه توظيف تيمو ناحيه الشمال دي فيها مشكله، المشكله كلها انا كسبته 14 ماتش لحد من اللعيب ما بدنيا ارهق، مباراه النهارده كان مفترض منك ان انت والله محتاج تعمل روتيشن عشان خاطر بتلعب بعد 48 ساعه مباراه ارسنال، كان مفترض ان تعمل روتيشن، الراجل النهارده حاول يعمل روتيشن 4-3-3، مش عارف نقوله كانتي وجورجينيو، فكرني بالمرحوم ماروسيو ساري اللي هو بتدي وجبات هجوميه لجورجينيو لكانتي اسف، وبعد كده لما اتزنق الشوط الثاني عطى وجبات هجوميه لجورجينيو، اللي هو والله ساري يستحي يعمل اللي انت بتعمله ده، بس عادي اشتغلوا، يلا يا جماعه اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس اهم حاجه ايه؟ ان احنا نحاول نلعب كورسات كتير عشان خاطر اوليفي جيرو مهاجم يمتاز بالكرات الراسيه، تمام يا عم انا متفق معاك الكلام ده زي الفل، ادي لجيرو عرضيات وسيبه هو يخلص لك المباراه، وبرده اللي عرضت الهدف كانت كده، الكوره بين شيرود بيلعب الكراس لجيرو، جيرو بيقدر ان هو يجيب لك كوره ميته هدف، غير كده تشيلسي كان بيخبط بصراحه، تشيلسي قبل احراز الهدف بتاع جيرو الفرقه ما كانتش ليها ملامح، الفرقه كان الموضوع صعب جدا بالنسبه لها، الفرقه كل معاناتها كانت بتلخص في الناحيه الثانيه بالنسبه لاستون فيلا جاك جريليتش، اتفرج على جاك جريليتش بس جوه الملعب بتاع استون فيلا الراجل بيعمل ايه؟ الراجل بينزل يستلم من نص الملعب بتاع تشيلسي، الراجل بيجري بالكوره على الاطراف براحته، الراجل بيبص على الاطراف تراوري او بيبص على الطرف الثاني يشوف، معلش بس طرف تاني عشان ما نضحكش عليك، بيبص على انور الغازي، ما انور الغازي هو اللي احرز هدف المباراه النهارده، وكمان بيحاول ان هو يبص على اويال اللي هو الفيرود، بيحاول ان هو يخلق لهم فرص ويخلق لهم لعب، غير ان هو بيحاول اساسا ان هو بياخد الكوره ويوصل منطقه الجزاء ويحاول ان هو ممكن يجيب جون كمان، وجاك جريتش بيوصف لك كل المشاكل اللي موجوده في خط نص تشيلسي، والمشكله ان واحد بيقول ان يا جماعه حكيم زياش فرق مع الفرق، بيقول لك لا انت بتطبل لحكيم، طب تمام النهارده شوف جاك جريتش وشوف مونت، هتلاقي ان في موضوع صعب، جاك جريليتش هو مان اوف ذا ماتش من ناحيه استون فيلا، اما مونت فكان لعيب سيء جدا، ما عرفوش ان هم يخلوا الاطراف بتاعه تشيلسي تشتغل، اوتسون دوي وكريستيان بوليسيتش واخدين اقل تقييم في المباراه النهارده، لان بوليسيتش حرفيا ما لمس اي كوره الشوط الاول، وكمان الشوط الثاني حتى اللقطه اللي كان فيها جدل كان طالع راجل اوفسايد. فمين اللي هيغذي اللعيبه دي بالكرات؟ وبعد كده لما تتزنق بص انا محتاج انزل كاي واديله مكان مونت، ومحتاج كمان ان انا انزل فيرنر واديله مكان جيرو. ما خرب الجو، ما خرب، انت مستني الكلام ده بعد ما خلاص خبطت في اللعيبه بتاعتك، وبعد ما اللعيبه بتاعتك حرفيا وقعوا جدا منك نفسيا، وانت كمان بدات ان انت تترعب على مكانك في جهاز تشيلسي اللي هو يا جماعه احتمال يمشوني علشان خاطر خلاص براوفيتش مش هيتحمل الفشل اللي انا فيه، ومش هيتحمل كمان، ومش عارف انا بصراحه جاله قلب ازاي ان هو يقول مين اللي رشح تشيلسي ان هو ينافس على الدوري، يعني كلام فرانك لامبرد كلام غريب جدا وكلام مريب
اللي هو يا جماعه المشكله مش فيا يا جماعه، المشكله ان انتوا سيبوني سنتين ثلاثه. طب وانت سنتين ثلاثه بنفس العقليه دي ممكن تعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجه، تلف في نفس الدائره هي هي. مشكله اللعيبه بتاعتك مش مشكله نفسيا ولا تاقلميا مع الدوري الانجليزي، مشكلتها ان هم محتاجين مدرب يوظفهم. المشاكل كلها اللي في تشيلسي سببها الرئيسي فرانك لامبرت، والمشكله كلها ان فرانك لامبرت بيحاول دلوقتي ان هو يتملص من كل حاجه جوه الفرقه من اول الموسم، ويقول لك والله يا جماعه تشيلسي مش مرشح لللقب. لا تشيلسي مرشح لللقب بس باي مدرب غيرك انت. هي دي المشكله اللي جمهور تشيلسي مش قادر يتقبلها. جماعه مشروع تشيلسي مشروع بقى ممتاز جدا بعد الصفقات اللي تشيلسي جابها، بين شيرويل وفيرنر وكمان حكيم زياش، وكمان مفترض ان هم جابوا ميندي، مع اني شايف ان الموضوع كبه ده كان غلطه فرانك لامبرد من البدايه للنهايه، لان فرانك لامبرد هو اللي خسر كبه ثقته في نفسه، وهو كمان اللي ساعد الجماهير على ان هي خلاص كبه ما بقاش ليه مكان جوه النادي، وكل ده بسبب فرانك لامبرد، وبسبب كمان ان هو حب يشيل له مشاكل الدفاعيه اللي كانت برده بسبب فرانك لامبرد، ان هو مش عارف يطور منظومته الدفاعيه، لبس الكبه وراح جاب ميندي. ودلوقتي بعد ما ميندي بقى بيلبس اهداف مهور، بقول لك ايه يا جماعه ميندي ما بقاش سوبرمان ليه؟ ميندي النهارده كره انور الغاز ما عرفش طلعها ازاي، اللي هو طبيعي ان هو يفتح رجليه علشان خاطر مستني الكره تروح الشمال ويمين، جت ما برجليه خلاص الراجل هيعمل ايه؟ هتقول لي ما هو تشيلسي عمل اداء كويس اخر ربع ساعه وتشيلسي كان يستحق يكسب. اقول لك ده بركه فرانك لامبرد، الراجل ليه نصيب ان هو يتهزأ من الصحافه الانجليزيه لمده الاسبوع الجاي عشان خاطر الكلام يبدا على رحيله، وكمان توليه أليجري ودلوقتي توماس توخيل اللي فجاه في يوم وليله بقى مرشح لارسنال وتشيلسي في اسبوع واحد، والكلام بقى كتير كتير قوي على رحيل فرانك لامبرد. واعتقد ان فرانك لامبرد اكبر حاجه غبيه عملها غير كل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي، فكره ان هو بيهاجم اللعيبه بعد مباراه ارسنال، دي حاجه بتقول لك ان بوادر جوزيه مورينيو ما بتستخباش ابدا، اللي هو انت خدت كل يا ست كل حاجه من مورينيو في تنظيم الفريق جوه الملعب، وخدت في ان انت بتهاجم اللعيبه جوه المؤتمر الصحفي، يلا تجربه وراحت. موضوع ميلو واضح ان ميلو فعلا هو اللي كسب يا جماعه. تخسر حاجه لو عملت لايك، او تخسر حاجه لو عملت سبسكرايب، ولا تخسر اي حاجه لو قلت لي فرانك لامبرد مظلوم 1 2 3 وعملهم جوه المباراه النهارده وكان يستحق ان هو يكسب. قول لي بس كده وانا اقول لك يا معلم امين انت صح، بس قول لي بس فرانك لامبرد النهارده حب يطور ايه جوه ملعب تشيلسي، وللاسف حظه ما ساعدوش.